يحضرون خطافي الدور الإسباني الدرجة الأولى الجولة 24 ويشنا كيفاش برشلون ويكان سباق في التهديف شنا غريزمان اللي سجل هدف في الدقيقة 33 شنا في الشوط الأول شنا هدفين وين برشلون خرج فائز بهدفين شنا سيرجيو روبرتو اللي سجل في الدقيقة 39 شنا أنجيل لويس اللي من جانب غرناطة خطافي وين قلص النتيجة في الدقيقة 99 يعني نقولوا بلي برشلون كيكي اليوم اللي دخل بخطة 4-3-3 شنا بيبي اللي مدرب تاع خطافي اللي دخل بخطة 4-4-2 يعني كانت المباراة وين شنا كانت نقولوا بلي كانت برشلون وين كان سيطرة على الطول والعرض في 71% نسبة استحواذ 29% نسبة استحواذ الخطافي نسبة قليلة التمريرات 90-400-513 تمريرة لبرشلون يعني برشلون وين سيطر على كل مجريات المباراة شنا كيفاش نقولوا برشلون اللي دخل بمارك سيرجيو بيكي سامويل جوردان ألبا فيرناك سيرجيو أرتور ميسي أنطونيو غريزمان فاتي جونيور إيفان من جانب برشلون شنا كيفاش دافيد سوريا المدرب تاع الحارس تاع خطافي شنا آلين شنا كيما يعني خباير ونقولوا بلي اليوم خطافي ما عمل ولا شيء خاصة في الشوط الثاني وين نقولوا بلي برشلون وين سيطرة كبيرة في الشوط نقولوا في الشوط الثاني الشوط الاول وين كانت سيطره كبيره وين رغم ان ذلك وين شنا خطافي وين تراجع الوراء من اجل الحفاظ والمخادعه لكن بدون جدوى شنا كيفاش نيامي شنا مارك شنا خور موليان شنا خيمي ماتا شنا امس شنا نادين شنا رودريغيز يعني شنا نقولوا بلي وين خطافي خفاير شنا كيفاش رغم ذلك نقولوا بلي خطافي لعب بقوه لعب في الدفاع وين عطى فرصة كبيرة لبرشلون باش يضغط عليه في المنطقة تاعو هذه المباراة مباراة اللي كانت شيقة مباراة اللي كانت سيطرة شنا كيفاش برشلون وين أضع الكثير من الأهداف وكانت سيطرة كبيرة من جانب برشلون أمام خطافي في الجولة 24 الدور الإسباني الدرجة الأولى برشلون خطافي صحيح.